كنشكروا اذاعه العمق اللي اتصلت بنا باش تشوف هاد الاحوال ديال السوق ديال البيع والشراء ديال السوق. كيف كتشوفوا دابا السوق راه وخاوي، يعني الناس راه مقهوره، لا اله الا الله محمد رسول الله. بالنسبه للاثمنه خويا الدجاج دابا راه وصل 20 درهم، الدجاج رومي وصل 20 درهم، المذبوح وصل 640، ما يعادل زعما تقريبا 460 كيلو ب 320. بالنسبه للفيلي وصلت 58 59، الملج انا خويا الملج داير 40 درهم، الكو العنق تلا دانز داير 33 درهم، الكويس داير 40 درهم 42 درهم. هادشي اخويا لا اله الا الله محمد رسول الله. تنطلبوا من الناس المعنيين بالامر والسلطات المحليه ان شاء الله بحولها تدخلوا الناس المعنيين بالامر بالخصوص، تدخل في هذا الموضوع هذا، لاننا على الابواب تاع شهر رمضان ان شاء الله بحول الله. وتنطلبوا من الله سبحانه وتعالى يكون شي اثمنه مناسبه بالنسبه للمواطنين، لانه المواطنين راه لا اله الا الله محمد رسول الله تقهروا، راه تقهروا، راه مسكين تيجي تفرج ب 50 درهم 55 درهم، اش باقي بغيت تقدا، اش باقي بغيت يجي 3000 درهم 4000 درهم، كيف يعيش؟ كيف يعيش بهذا المستوى هذا؟ تنطلبوا من الله سبحانه وتعالى تكون شي اثمنه مرفقه، وتدخلوا الناس المعنيين بالامر في هذا الموضوع هذا، باش يكون اثمنه مناسبه بالنسبه للناس في شهر رمضان ان شاء الله بحول الله. الله يدخلوا عنا وعليكم بالصحه والسلامه، ونطلبوا من الله ان شاء الله بحول الله تكون شي اثمنه مناسبه باش الناس يستافدوا بزاف د الحويجات، لانه كيف تشوفوا دابا السوق ها هو خاوي، واني كنهضر معاك كاع دابا وباقي السوق خاوي. حنا راه حنا واكلين العصا، والبيعه واكلين العصا، والمواطن مسكين راه ما مسكر والو، والناس هما اللي الكروش الكبيره راه هما اللي مسيطرين على الوقت، هما بهذا المفهوم هذا هما اللي مسيطرين على الوقت، وما باقي توصلنا والو. الاثمنه كيوصلوا لنا داكشي اللي بغاو هما، حنا كنبيعوا بثمن تنضربوا حتى تنعياو تنبيعوا على درهم درهم ونص، لا كونتيتي بالنسبه للخروج راه ما كايناش. ايوا اش بنقول لكم، لا اله الا الله محمد رسول الله هي ختام القول. نطلبوا من الله سبحانه وتعالى العلي القادر باش يكون شي اثمنه مناسبه ان شاء الله بحول الله في هذا الشهر الغفران، والناس المعنيين بالامر يتدخلوا. تنطلبوا من الناس المعنيين بالامر، وراني كندق وتنعاود ندق تنقول بانه الناس المعنيين بالامر يتدخلوا في هذه المسائل هادو، باش ما يبقاش الاحتكار ديال السوق، لانه كنعيشوا واحد النوع ديال الاحتكار ديال السوق بما فيه الناس كيعطيونا السلعه باش بغاو، وكيوصلوها لنا باش بغاو، وحنا راه كنبيعوها بثمن مناسب، ولكن راه ما كاين شيء. حنا مقهورين، وحنا البيعه والشرايه مقهورين بمعنى الكلمه، وحتى المواطنين باش ياكلوا تنعاودوها ونعاود نكررها ونعاودها، المواطنين باش يوصلوا ياكل دابا ربعه يوصل ب 160 160 170، يعني هذا المواطن اللي كيشد 4000 و5000 و6000 ونديروا ليه حتى 8000 درهم وكاري بواحد الثمن، وعنده ربعه نفوس ولا خمسه نفوس وداخل على شرط غفران اللي هو فيه المصاريف وفيه بزاف المسائل. هادشي اخويا تنطلبوا من الله تدخل السلطات وتدخل الناس المعنيين بالامر باش تكون شي اثمنه مناسبه في هذا الشهر الغفران، ونطلبوا من الله التيسير ان شاء الله بحول الله ولعله خير. بالنسبه للي بري دابا اللي كنقولوا الدجاج طالع فيه بزاف د الحويجات، غادي ننطلقوا من نقاط صغيره اللي هي لي بري، يعني ديال العلف، العلف تزاد، المصاريف تزاد، مول الكوري تا هو تيقول الله يكون في العوان تا هو تيغوت، اللي تيفيرسي تيغوت، اللي كيبيعو يشري بحالنا حنا كنغوتو، المستهلك خلاص هذاك ما نهضروش، هذاك واكل العصا بجميع انواعها بجميع انواعها. إذن حنا اللي جينا نشوفو حنا راه هاد الشيء تنعرفوه منين جاي، لانه هاد الاثمنه ديال العلف راه ماشي عاديه، ماشي عاديه، باش تزاد بهاد الطريقه تزاد فيها 60 درهم و70 درهم و50 درهم في الخنشه و80 درهم، دابا ما يعادل 70 درهم 80 درهم زايده في الخنشه، والمصاريف ديالو. حنا تنطلبوا من الله سبحانه وتعالى والناس المعنيين، راه المواطن راه كان العصا، راه عباد الله كان العصا، واش واحد اللي كيشد 3000 و4000 و5000 و 8000 و7000 كيف يعيش في هذا الوقت هذا؟ تمشي تلقى مصيصه ب 7 دراهم 8 دراهم، يلقى اللوبيا بالثمن، يلقى الجلبانه بالثمن، يلقى الخضره بالثمن، تيدوز اللحم يلقى بالثمن، الدجاج بالثمن، فين ما داز تياكل العصا وعنده ربعه النفوس خمسه النفوس، التقليه بالثمن، الدجاج بالثمن، لحم الراس بالثمن، كيف يجير هذا المواطن؟ كيف يجير؟ راه لا اله الا الله محمد رسول الله، المراه في الدار ولات كتغوت، الراجل تيغوت، الدراري كيغوتوا، الانسان تقهر. وحنا ان شاء الله بحول الله على هذا الشهر ديال رمضان
هي نورمالمون، هي نورمالمون بالنسبه كاع العوام اللي دازت بالنسبه لرمضان ما كيكونش شي ثمن بزاف، يعني دوزناه ب 17 16 18 هادشي باش كندوزوه بالنسبه للدجاج، وكتكون الخضره شويه مرفقه لانه ما كتهج بهذا المفهوم. الحوت اللي كيطلع بالنسبه لرمضان، الحوت هو اللي كيطلع. نطلبوا من الله التيسير ان شاء الله بحول الله، والناس المعنيه يدخلوا في هذه المسائل هادو، والسلطات يوقفوا على هذه الحويجات هادو باش المواطنين حتى هما يدركوا شي حويجات في هذا شهر رمضان، لانه عليه الدرك. الانسان بغى التمر، بغى الحلوه، بغى هادي، بغى هادي، بغى هادي، راه ما شاء الله شحال كيشد كاع بالسلامه. تحاسبوا معاه من ازيد شحال تيشد، راه تقهر. الله يتم بقى على خير، الله يتم بقى على خير، واللي كان سبب يخلصوا الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمه الله. ان شاء الله 65 درهم البلدي، كروازي 960 900 1000 ريال، القنيه 11 160 درهم باش ندوزوها. الشراء طلع الناس في السوق. رمضان اخويا بالنسبه للتجربه ديالي في رمضان تيكون الخير موجود، تقريبا تيكون العرض اكثر من الطلب ان شاء الله، ونتمنى يكون الثمن مناسب للناس الكليان الشتاء تطلبوا ان شاء الله. خويا السبب الواحد هو تقريبا الجفاف، هذا هو اللي خلى الناس ما قدرش باقي يربحوا الدجاج البلدي. انتوا اصلا الدجاج البلدي تياكل بالطبيعه، دابا الناس اللي تفرج بلدي مثلا يجيب لي الماكله ديالو من السوق وداك الشيء تيطيح اكثر من ثمنه باش يوصل. اول ما الشعبي تيقول لك عشي عام علف عام عشي كري، لا عشي عطا الله. الدجاج البلدي ما تشرو العلف اللي كاين في السوق اخا هو باش يعيش. افرج جيبو دابا من السوق خصك توكلو، توكلو من السوق ضروري تا خصك تشري ليه. داك الشعبي تقدا ليه تا هو مع تيطيح غالي شويه.